في العالم كله ترفع الشعوب شعار لا علاقة للسياسة بالرياضة، لكن في المونديال تتغير المعادلة، فرجال السياسة يختلفوا على الأيام العادية، فالتلقائية والمشاعر تطغى لكل شيء. وفي الميدان الفوز بالبطولات العالمية كان ليه أثر واضح في تثبيت بعض الأنظمة السياسية، وفي من قال إن الفوز بمباراة أهم من السيطرة على الدول، وهذا ما أكد باولو جوزيف وزير الإعلام بحكومة هتلر بعد فوز بلاده بمونديالي 34 و38. في المونديال هذا انتهز الرئيس الشيشاني رمضان قديروف فرصة تأهل منتخب الفراعنة للنهائيات، وتواصل مع إداري منتخب مصر باش يخلي عاصمة إقليم الشيشان مقر للمصريين بروسيا. إدارة المنتخب المصري قررت إنها تفضل السياسة على الرياضة ليتم وضع اللاعبين في مدينة نائية بالشمال، خلت من مصر أكثر منتخب يتنقل، وهذا ما زاد من الإرهاق على اللاعبين. الموضوع ما توقفش عند هذا الحد، فمعارك التطهير العرقي اللي شنها الصرب ضد مسلمي ألبانيا ما زالت ما تمتش بعد ما استفز ثنائي المنتخب السويسري ذو الأصول الألبانية شاكيري وتشاكا المنتخب الصربي، ليحتفلوا بعدها بإشارة إلى النسر الأسود المرسوم على العلم الألباني، والرسالة كان معناها احنا ننتقم، الأمر اللي أثار حفيظة الجماهير الصربية وعاقبهم الفيفا بغرامة مالية. ومن مفارقات المونديال تداولت وسائل الإعلام فيديو لنجم منتخب كوريا الجنوبية هيونغ سون وهو يبكي بعد الخسارة ضد المكسيك. اللاعب اللي عمره 25 سنة في طريقه لإنهاء مسيرته الكروية، والسبب هو قوة القانون الكوري واللي يجبر على أداء خدمة التجنيد، وما عنده سبيل في التراجع إلا لو حقق مراكز متقدمة زي الجيل اللي كان في الترتيب الرابع في مونديال 2002. وخارج الميدان وفي القاعات المغلقة رجال السياسة وصلتهم حمى المونديال بعد ما البس أعضاء مجلس الأمن سيريات منتخبات بلادهم المشاركة في البطولة، وكتب كل سفير اسمه على السيريا اللي ترمز لبلاده، ومعاهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اللي البس زي الحكم في تعبير على حياديته.